حلوة 2022. الحمد لله بدايتها خير يعني، يناير الخير إن شاء الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب النفس، حب الغير. وده كان الهدف، إن إحنا لما بنقول مبروك وبنطلع للناس فرحة، كان الهدف إنها تعديهم. أي حد بيتمنى الخير والله ما هيجيله إلا غير ما يتمنى لغيره. من قبل ما يحصل أصلا حاجة كنت بقول للناس كتير على حضرتك، بس كنت بقول لهم لا انا واثقه في دكتور سامي، لان انا رحت لكذا دكتور، 12 دكتور كنت بروح للدكاتره، وما ما كانش بيقولوا لي ما فيش حاجه، انت ما عندكيش حاجه، وانا انت ولا جوزك لو مستعجله اعملي حقن مجهري، دي الكلمه اللي انا كنت بسمعها على طول لو مستعجله. فانا ما كنتش حابه اصلا ان انا اوصل للحقن المجهري، كنت عايزه احس ان انا طبيعيه يعني زي اي حد. بس ف قلت بقى خلاص يعني، لما حصل الحملة، لما حصل لي حمل السنة اللي فاتت شهر 11 في 2020، بس ما يعني الدنيا ما كملتش ونزل يعني. بس فبعدها ايه، قلت خلاص، انا قبلها كنت هاجل حضرتك، لما حصل قلت خلاص جات من عند ربنا. فبعدها بقى طبعا الدنيا ما كملتش، فقلت خلاص انا يعني هنستنى شوية يعني. الناس بقى بيقولوا لي بعد السقط بيحصل حمل وما اعرفش ايه وكده، فطبعا استنيت، جيت بقى لحضرتك في شهر 7 بس، وعملت العمليه 1/8 او 31/7، كان في بطانة رحم وكان في التصاقات وكيس، كيس على المبيض. الناس بدات تفهم بطانة رحم؟ لا لسه في ناس مش فاهم يعني ايه بطانة رحم. مصدقين ان المنظار ممكن بيبقى ليه دور؟ في ناس بتصدق وفي ناس لا، يعني لا ايه المنظار يعني ليه، ما دام انت اصلا كل الدكاتره بيقولوا ما عندكيش حاجه. هو الشكل الظاهري الخارجي يقول جوه في ايه، البطن المقفول عليها دي؟ لا طبعا. سر الاسرار الداخليه ده عاوز حاجه تفك الاسرار. لولا العلم ما كناش شفنا تفاصيل، ما كناش صدقنا، وما كناش خدنا قرار مختلف. صح. وما كانش نسبه المناظير المساعده على الاخصاب تساعد جدا، ناس كتيره جدا كانت ممكن تتظلم بحقن مجاري. كان البديل ايه دايما؟ حقن مجاري. انت مستعجله، وانت المستعجله، ده انت المستعجله ولا الدكتور المستعجل؟ الدكتور. ده انت المستعجله ولا اللي حواليك المستعجلين؟ طب وربنا قال لك كده، وخلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. حتى بنقول لبعض دايما، كل بيوحد بيجي للدور عليه يطمن الاخر، يقول اهدى شويه، رغم اللي بيهديك هو كمان عاوز حد يهديه، يهدى شوية. هو كان الهدوء بقى الشهر ده، كان قبل الشهر ده ما كانش في هدوء مني ومن اللي حواليا، وانا كنت بحط كل كلمة في دماغي يعني، فكنت بتعب نفسيا، كنت نفسيا متدمرة. اي حد بيتأخر في الحمل شوية بتحصل له تغيرات، هو شخصية ونفسية، الزوج بيحصل له تغيرات نفسية وعضوية، والعلاقة اللي بينكم بيحصل فيها تغيرات ولخبطة. ساعات الاثنين بيمسكوا ايدين بعض ويواجهوا الحياه، وساعات كل شويه يعني امسك مره والوم مره وعاتب مره، وساعات ان المجتمع بقى اللي حواليكوا هو اللي بيأثر، لدرجه ان الزوجين اللي بيتاخروا في الحمل ردود افعالهم مختلفه. يا اما عندهم ايجابيه عمالين يدوروا على كل جديد، يا اما عندهم ايجابيه سلبيه ان هو عن قرار وعن عمد مش هعمل حاجه تاني. قعدت فتره كده يعني، جت عليا فتره قبل ما اجي لحضرتك تقريبا، دخلت في 3 سنين او سنتين، ما كنت قلت خلاص بقى، ما هو كل الدكاتره كلامهم واحد، ما فيش مشكله عندك، هي حاجه بتاعت ربنا، مش يعني ما فيش تدخل، احنا عملنا كل حاجه، عملت اشعه بالصبغه وعملت السونار طبعا، متابعه تابوت كل شهر، منشطات، كنت باخد منشطات بكميات كبيره جدا كنت انا بتعب منها. وساعات تسمعي كلام زيك زي ما ناس كتيرة كان يقولوا لي، لما تيجي تجتهدي عشان تدوري على الحمل، حد يقول لك ما تهدي وانت عند ربنا. ايوه يعني ربنا كتب لك انك عقيم، انت عند ربنا. هو كان حد عنده سر من اسرار الله؟ لا طبعا. فعارف ان في كتاب مرسل ليه يؤكد انك عقيم عشان اقف؟ لا طبعا. لكن ده اللي حوالينا بيخلونا احيانا، واحد مؤيد لقرار واحد معارض، كزوجين للدكتور، على الدكتور هنختاره أو لأ، على طريقة العلاج هعملها أو لأ، منظار هعمله ولا لأ، حقن مجهري هعمله ولا لأ،
يا الاثنين مؤيدين يا الاثنين معارضين، يا واحد مؤيد واحد معارض، تفضل الحياة كده. احنا نماذج مختلفة، مش كلنا زي بعض. بس لما بتيجي ايد الرحمن بقى اللي كلها رحمة وتنزل على اي علاقة تهدى، فنفهم ان ايد الرحمن والخير كله، ان ربك رب الخير. خلاص، وفي السماء رزقكم المتوعدون. مبروك، الله يبارك فيك. مبروك.